الدين الإسلامي أصول وفروع، هذه الأصول لها فروع تفرع عنها مسائل. الأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتبع ذلك. الأمور القطعية. الآن هناك أمور فرعية كالخلافات التي بين الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة، فهذه لا تقتضي لا التكفير ولا التبديع. وهناك خلافات في هذه الفروع يقتضي التبديع، لكن لا يقتضي أن يخرج صاحب هذا القول خارج الإسلام، كالمجسمة الغير مصرحة، يعني يقول مثلا الجسم لكن الأجسام، الله سبحانه وتعالى في جهة لكن لا يلزم منه أنه حادث، لأن لازم المذهب ليس بلازم إذا لم يلتزمه القائل، لأن نقول الجهة تقتضي أن الله سبحانه وتعالى في جهة يقتضي أنه حادث. هم يقولون لا، نحن نقطع بأن الله سبحانه وتعالى قديم أزل، لكن المصرحة يقولون جسم كالأجسام، هؤلاء يكفرون كفر يخرج من الملة. فإذا المبتدعة قسم في هذه الفروع، يكفر يخرج من الملة، قسم لا يخرج من الملة، والذي يخرج من الملة كالحلولية كما قال ابن حجر رحمه الله، لأنه لا يغلب على أذهان الناس مسألة الحلول، أما مسألة التجسيم تغلب على أذهان الناس مع النفي ليس كمثله شيء. فمسائل لا تقتضي التكفير ولا التبديع في هذه المسائل التي في أصول الدين، المسائل فروع الأصول، ومنها ما يقتضي التكفير وإخراج خارج الإسلام، ومنها ما يقتضي التبديع، يعني صاحب بدعة كبيرة في الأصول يذهب إلى جهنم يعذب ويخرج منها، أو أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. وأما في الفروع فأصول الفروع هذه، من أنكر أمرا منها معلومة من الدين بالضرورة كالشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج والميراث وحل النكاح وحل البيع والصيد والذبائح ومسائل المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، من أنكر شيء منها أو ترك شيئا منها جحودا هذا يكفر. أما التي في الفروع كالتي بين الأشاعرة كالتي بين المذاهب الأربعة لا تقتضي تكفيرا ولا تبديعا. وكذلك التي عند أهل السلوك من أصول الفروع الصدق والعدل والأمانة وغيرها من الأخلاق والصفات المذكورة. فهناك أمور أصول وأمور فروع. فالتي في فروع الأصول والتي في فروع الفروع هذه أمور بحبح، يعني لأنها أمور ظنية، أمور ظنية.